زوم، هذه الفترة مشاهدينا نخصصها لمجهودات المصالح الأمنية المبذولة لمواجهة ومحاربة الإرهاب، ونذكر بتمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 6 أفراد مشتبه بهم في تطوان ومرتيل والدار البيضاء موالين لتنظيم داعش. ومتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف المحلل السياسي محمد بن إبراهيم. سي بن إبراهيم، مرحبا بك. مرحبا سام، ومرحبا بمشاهدي ميدي ان تيفي. ما هي قراءتكم للجهود الأمنية المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب، وآخرها كما ذكرنا تفكيك خلية إرهابية لأفراد تنشط في كل من تطوان ومرتيل والدار البيضاء؟ الحقيقة هذه العملية، عملية تفكيك هذه الخلية الإرهابية، تندرج في سياق اليقظة ويقظة الأجهزة الأمنية بالمملكة المغربية. وهذه اليقظة يمكن أن نقول بأنها وصلت إلى مدى جد متطور أو إلى أقصى مداها لمحاربة هذا الفكر المتطرف الذي ربما يخطط لعمليات إرهابية لضرب الأماكن الاستراتيجية بالمغرب. إذا ما علينا إلا أن نحيي بشكل كبير جدا الأجهزة الأمنية المغربية التي استطاعت أن تنقذ أرواح الآلاف، المئات، بل ربما حتى الآلاف من الضحايا، واستطاعت أن تنقذ المغرب من كارثة حقيقية ألا وهي كارثة الإرهاب. طيب، يعني أستاذ بن إبراهيم، بلاغ وزارة الداخلية أفاد بأن أفراد هذه الخلية تربطهم علاقات وطيدة بمقاتلين بفروع داعش يسعون لإيجاد موطئ قدم لهذا التنظيم الإرهابي بالمملكة. كيف تقرؤون هذه المعطيات، وما الذي يمكن استنتاجه في هذا السياق؟ الحقيقة هو ما يسمى بالدولة الإسلامية داعش هي تنشط بشكل كبير في سوريا وفي العراق، لكنها في الآونة الأخيرة أصبحت تبحث عن موطئ قدم لها في دول أخرى، ومنها دول المغرب العربي. المغرب الآن هو مستهدف منها بشكل كبير جدا، وتفكيك عدد كبير من الخلايا الإرهابية، عدد كبير أيضا من المدن المغربية، يدل على أنه داعش تضع المغرب في خططها المستقبلية بشكل واضح جدا، وهذا ما يدعو الجميع إلى تكاتف الجهود من أجل محاربة هذا الفكر المتطرف. نعم، تنظيم داعش يعني ما فتئ يعزز تواجده في ليبيا، ما مدى خطورة ذلك على أمن المنطقة المغاربية بشكل عام والمغرب على وجه الخصوص؟ نعم، كما قلت داعش الآن تبحث عن موطئ قدم في المغرب العربي، وما تمر الآن به ليبيا من عدم استقرار أمني سياسي ربما جعل ليبيا كحقل خصب لتواجد الداعشي فيها. وإذا يجب أن نعرف جميعا المغرب العربي أن تعرف أن تواجد داعش بشكل ملفت في ليبيا هو خطر قادم إلى جميع هؤلاء الدول. طيب، يعني أستاذ بن إبراهيم، لمواجهة خطر الإرهاب لابد من تنسيق محكم بين البلدان المغاربية فيما بينها، هل برأيكم هناك تنسيق كاف في هذا الشأن؟ الآن هو التنسيق مطلوب أكثر مما مضى. الآن الإرهاب يهدد الجميع، ويجب على الجميع أن تتكاتف جهودهم، وأن نتغاضى عن خلافاتنا، وأن نضع الإرهاب ومحاربة الإرهاب في أولويات تفكيرنا. هذا ما يجب الآن أن تقوم به دول المغرب العربي والدول المغاربية، من لأن الخطر قادم للجميع والخطر يستهدف الجميع. يجب أن تكون هناك استراتيجيات أمنية، يجب أن يكون هناك تعاون أمني، يجب هناك أن يكون هناك تواصل استخباراتي من أجل وقف هذا المد الإرهابي الذي يهددنا جميعا. نعم، طبعا في ظل هذا الخطر الذي المحدق بالمنطقة وببلدان كثيرة، انطلاقا من هذه المعطيات أستاذ بن إبراهيم والظرفية الراهنة، ما هي الحلول الآن والاستراتيجية الأنجع لمواجهة آفة الإرهاب يعني وضمان الأمن في المنطقة المغربية؟ في البداية هي استراتيجية أمنية 100%،
هناك خلايا تتحرك بشكل ملفت للنظر، هناك ربما خلايا أخرى هي الآن في طور التفكيك. ما علينا الآن هو الحذر أمنيا بشكل كبير جدا في المرحلة الراهنة، وفي المستقبل يجب علينا أن نحمي شبابنا ومن خطر التطرف ومن خطر الفكر المتطرف عبر التربية وعبر التعليم. لكن الآن نحن مطالبين بتنسيق أمني محكم ما بين جميع الدول المعنية بالأمر، ويجب أن نعرف أنه لا توجد هناك أي دولة في منأى على الإرهاب. الآن يجب أن تتكاتف الجهود من أجل الوقف ضد آفة الإرهاب. طيب يعني أستاذ بن إبراهيم، كذلك في ظل الظرفية العالمية يعني الأمنية العالمية المتدهورة، يعني هل من جهود معينة يعني يجب للدول الكبرى ربما مد يد العون للكثير من الدول لمواجهة هذه الآفة، آفة الإرهاب؟ ربما أنه يجب هناك أن يكون تعاون استخباراتي بالنسبة للدول الكبرى. نحن نعرف أن المغرب هو يعتبر دولة كبرى من ناحية الأمنية، لأنه قدم مساعدات أمنية كما نعرف إلى دول أوروبية مثل فرنسا أو بلجيكا. نحتاجه الآن هو ليس مساعدة أمنية، بل تنسيق أمني وتكاتف الجهود بين مختلف الأطراف المتدخلة من أجل محاربة الإرهاب. نعم، المحلل السياسي الأستاذ محمد بن إبراهيم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.